شيخ، أنا فقط أريد أن أسألك عن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. أنتم يا ما تقصد الفاتحة ولا عفوا، يرى الجمهور العلماء أن قراءة الفاتحة للمأموم أن المأموم يسكت صلاة الجهرية، يسكت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ووجهوا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على الإمام أو على المنفرد، على الإمام أو على المنفرد. سمعت؟ نعم.